أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجه رسالة إلى شباب 16 ثورة 16 فبراير، ألا وهي فإنكم أنتم الوريث الشرعي للحراك الجنوبي، وأنتم امتداد لهذا الحراك، وإن القضية الجنوبية هي أمانة في أعناقكم، فإن كتبت لنا الحياة فستجدون في أوساطكم، وإن تقبلنا الله وأخذ أمانته فالأمانة في أعناقكم، ألا وهي القضية الجنوبية. لذلك من هذا المكان ومن هذا من فوق هذا السرير مستشفى الجمهورية، أوجه مناشدة لكل أبناء الجنوب كان موجودين في الداخل أو في الخارج، مغتربين أو تجار، أن يمدوا يد العون إلى شباب الثورة. شباب ثورة 16 فبراير بحاجة إلى من يسندهم، وبالذات أقول لفخامة الرئيس علي سالم البيض وفخامة رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس أبو معتز والسيد الرئيس علي ناصر محمد أبو جمال، مدوا أيديكم لثورة 16 فبراير، فهي الوريث الشرعي للحراك السلمي الجنوبي، والله من وراء القصد. السلام عليكم ورحمة الله.